سلام سلام بنات، مرحبا بكم فيديو جديد في القناة ديالي صفاء بيوتي. هذا الفيديو هذا غادي نحاول نهضر لكم كما شفتوا في العنوان، غادي نحاول نعطيكم بعض النصائح لبزاف ديال البنات اللي ما تعرفوش كيفاش يتصرفوا مع الشخص اللي هما معاه، سواء كان خطيبهم سواء كان راجلهم سواء كان صاحبهم، المهم الى اخره. فانا غادي نقول لك كيفاش تقدري تصرفي مع الانسان. فانا غادي نعطيك نصائح بالنسبه الى كنتي شايفه راسك جديه معاه وهو جدي معاك بزاف وما باغاش تخسريه وهو ما باغيش يخسرك، فغنعطيك بعض النصائح اللي تقدري تطبقيهم وغادي تطول المده ديالكم وغادي تزيد الحب ديالكم وغادي تزيد الثقه ديالكم في بعضياتكم وكلشي. فخليك معايا في هذا الفيديو وما تفلتيش هذه النقطه. كنبغيكم. ففوالا، بزاف منكم اللي تيدخلوا عندي في الانستغرام ديالي وتيقول لي صفاء راه عندنا بعض المشاكل، صفاء راه شنو واقع لنا وشنو واقع لنا، راه انا وخطيبي ما متفاهمينش مزيان، راه انا وخطيبي كنلقى معاه مشاكل، راه انا وراجلي كنلقى معاه مشاكل، انا وسيدي انا معاه مشاكل اون جينيرال. فانا غادي نحاول نعطيكم بعض النصائح كنتمنى انكم تاخذوها، يعني كيفاش كيقولوا ديروها في قلبكم وعاد ديروها في دماغكم وحاولوا تطبقوها بالنيه ديال انك انت باغا تطبقيها، ماشي هي دايرها في عقلك خاصك ديريها باش توصل لداكشي اللي بغيتي، لا خاصك ديريها في قلبك. يعني علاش كنقول لكم في قلبك؟ لان ضروري ضروري ومؤكد، لان كديري شي حاجه من قلبك كتصدق زوينه، كديري شي حاجه غير هكا باش بحال الحنش باش توصلي، ما كتوصلي فين، كتلقاي راسك بحال هكا كتكبي الما في الرمله. ففوالا هادشي اللي غادي نقول لكم. فاول نقطه اللي غادي نحاول نهضر معكم فيها هي ما ديريش هادشي اللي غنقول لك مع شي انسان اللي انت عارفه راسك كتفلاي اولا هو كيتفلا اولا انت ما متفقناش من الحب ديالو ليك. كنعتذر بعدا على هاد الصداع لان الولد حدايا فالناس دور قرايه وداكشي، فكنعتذر. حاجه واحده اخرى اللي غادي نقول لكم هي ما تطبقيش هذا الشيء الا ما كنتيش متاكده من ان داك الانسان كيبغيك، ما متاكدش من داك الانسان يعني واش غادي ديروا شي حاجه وهتوصلوا لشي حاجه ولا لا، ولا غير مجرد تفليه بعضياتكم هو كيتفلا وانت غادا بنيتك ولا العكس صحيح. دونك فوالا هذا الشيء اللي كاين. الحاجه اللي غادي نبغي نقول لك اول 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 نقطه اللي غادي ديريها قبل ما تمشي هي انك تاكدي هي انك تاكدي من ان هذا الانسان تيبغيك. هذه نيميرو 1، هذه ضروري خاصك تاكدي ان داك الانسان تيبغيك، انه باغيك في حياته، مقتنع بك كما نتيا، ما كيشوفش حد غيرك، عينو ما زيغاش، ما مسوقش للعالم، باغيك هنتي ماشي بودينه ما حتى شي حاجه. واخا النقطه الثانيه اللي غادي نقول لك اللي هي خاصك يكون بيناتكم الاحترام، لان علاقه بدون احترام راه ماشي علاقه، علاقه ما فيهاش الاحترام ما فيها حتى شي حاجه. يعني فاش نقول لك الاحترام يعني يحترم الهضره ديالك، يحترم الراي ديالك، كان الراي ديالك مثلا ما عاجبوش يقدر يوصل لك الفكره بطريقه مزيونه، يعني غادي يجي عندك غادي يقول لك راه هذا الراي ديالك راه سمعته على راسي وعيني، ولكن من الاحسن نديرو هادي وهادي باش نكونوا جوجنا مرتاحين بحال هكا، ماشي ما كيحترمش الراي ديالك، انت كتقولي له حاجه هو كيدير اللي في راسو ولا ما كيتسوقش الراي ديالك، يعني زايد ناقص معاه ما فهمتوا. نقطه واحده اخرى اللي هي داخله في الاحترام، ما عمرو يهز يديه عليك، ما عمرو كيف ما كان ما يقاسكش لحظه غضب، ماشي لحظه غضب، كيف ما كان ما يقاسكش. الا قاسك المره الاولى وسكتي وحنيتي راسك، هضربك المره الثانيه، هضربك المره الثالثه، هضربك المره الرابعه وهي غاده. دونك فوالا هادشي اللي بغيت انا نوصل لكم. نقطه واحده اخرى في الاحترام اللي هي ما عمرو نقص من قيمتك قدام الناس، وهذا الشيء باش كنقولوا حتى ليك انت باش ما نطولش في الهضره، ما نقولش حتى انت وتا هو بجوجكم، ما عمر شخص فيكم ينقص من قيمه الاخر قدام الناس، يا قدام الناس يا مع بعضياتكم، هو تعطيه قيمته اكثر من قيمته وانت كذلك يعطيك قيمتك اكثر من قيمته. هذه الا بغيتوا تكملوا الاستمراريه كنهضر. فهادشي اللي كاين. بالنسبه للنقطه واحده اخرى اللي هي التقدير، احترام راه داخل فيها التقدير، ولكن كنانسيستي على الاحترام والتقدير. خاصك تقدروا بعضياتكم، تقدري ظروفه، تقدري هو، تقدري كلامه، تقدري عائلته، يعني الا بغيتي تكملي مع هذا الشخص هذا. انا كنقول لك من ناحيه تقدري ظروفه، يعني ماشي ضروري غادي يكون هذا الانسان يسر له الامور لاباس عليه بلا بلا بلا، لا راه تقدري تديه لاباس عليه وما يعاملكش مزيان، تقدري تديه لاباس عليه وما يسوقلكش، تقدري تديه لاباس عليه وما يعيشكش عيشه ديال هذاك اللي تاخديه على قد الحال. هذه واحد. نيمورو جوج اللي هي تقدريه هو، يعني
تقدري الهضره ديالو، تقدري شنو كيقول. راه الا قال لك مثلا هاد الحاجه ما عجبتنيش ما تلبسيهاش صافي، يعني هو ما غاديش يقولها لك حيت ما باغيش ولا ضد فيك، لا غيقول لك حيت كيبغيك. راه ديك الكلمه فاش قالها لك تيقول لك عن حب، هادي اولا، تيقولها لك عن غيره، عن خوف، حيت هو راجل كيعرف الرجال كيفاش دايرين. ففاش كيقول لك الانسان ديك اللبسه ما تلبسيهاش، اولا ديك اللبسه ما هتخرجيش بها، اولا ديك اللبسه ما غاديش يعني ما بغيتهاش، اولا داك المكياج ما عجبنيش نقصي منه، اولا تفاديا للمشاكل في الزنقه، وتفاديا باش انه حيت هو عارف الناس كيدايرين، يعني الدراري كيدايرين برا اولا الرجال اون جينيرال كيدايرين برا، يعني باش يتفاداو داك الصداع صافي ماشي مشكل. انت اصلا راكي معاه، يعني عندك شي واحد اللي معمر لك عينك معمر لك قلبك، علاش هادشي كامل هادي ديري؟ مثلا انا كنحاول نلقى جواب لبعض الناس اللي كيديروا بحال هكا، يعني هذاك السيد اللي انت معاه ما مرتاحش لديك الحاجه ما ديريهاش، فهذه حاجه بعيده على انك تفرضي شخصيتك. عندك الحق انك تفرضي شخصيتك في حوايج اخرين ماشي في هذا الشيء، فهمتوا؟ اما هذا الشيء خاصك بالعكس تحني راسك وتسمعي الهضره، لان ما كيقولهاش هو ضد كما قلت لكم، بالعكس كيقولها حب وغيره وخوف وبزاف ديال الحوايج. هادشي اللي كاين. حاجه واحده اخرى هي داك الشخص تحترمي عائلته وتقدري عائلته كما بغات تكون عائلته. انا غادي نشرح لك كيفاش. مثلا العائله ديالو هانتوما جالسين، بالعكس ماما وخالتي وحبيبتي كنهضر على الام ديالو، ماما وخالتي وحبيبتي وكلشي، الخواتات ديالو خوتي وكما كيعاملوني غنبقى انا كنحترمهم، الدراري بيناتنا الحب بيناتنا السلام وتوقع، يعني مقرين خوتو مقراهم بيناتنا غير السلام، ما كاينش داك التجماع وكما كنقولوا حنا اونط بارونتيز الصفوط، يعني يجي خوه يضربني نجي انا نضربو ولا نجلسو نلعبو، لا، يعني الثقه والاحترام كيبقى بين الخوت سورتو الدراري. حاجه واحده اخرى اللي غادي نقدر نقول لكم اللي هي ما عمرك هذاك اكبر غلط كيديروه، ما عمرك تمشي عندو تقولي له ماماك دارت لي، فهمتوا؟ هذا هو اكبر غلط كيديروه بزاف ديال البنات، ماماك دارت لي، ماماك قالت لي، سورتو كيكونوا عاد في لابيريود ديال الخطوبه ولا شي حاجه بحال هكا، ماماك دارت لي، ماماك قالت لي، ماماك جرحاتني، اختك فعلات لي، لا، داكشي خليه ابار، ما تعاودي لا لعائلته لا لعائلتك، فهمتوا؟ مشاكل كيبقاو عندك، نهار تزوجتي كنتي عارفه ان هادشي غادي يوقع مع الوقت، يعني صافي هذيك المراه اللي كدير لك هكاك يعني الام ديالو راه من حقها. فاش كنجيو نشوفو راه كشحال هي تكبر في ولدها، وتهدي اللي كتجي وحده كتديه، كيولي عاملها مزيان، كيولي يشري لها، كيولي يقدرها، كينسى الام ديالو تقريبا. فمن حق هذيك المراه انها كتطلع لها الدم، كتبقى تحسس منك، كتغير منك بزاف ديال الحوايج. فانا بالنسبه لي انا كنفهم بحال هادشي، فمن الاحسن انك ما تمشيش عنده وتقولي له امك قالت، اختك فعلات، خوك فعل، طا 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 طا، لا، بالعكس ديما بيني له ان عائلته زوينين، ديما قولي له عائلتك الله يعمرها دار، ما كاين حتى حاجه، الحمد لله امور مزيانه، ما كاين عندك شي خلي عندك داخليا، وانت ما تذكريش مع عائلته. يعني انا كنعرف بعض الانواع اللي كتكون يعني كتدير الزكاره مع عكوزتها وكتقول لها عدوزتي، راه ماشي عدو، راه ماشي عدوزتي. انا كنشفت بزاف ديال الناس يقولوا مشيت عند عدوزتي وجيت من عند عدوزتي، راه ماشي عدوزتي، راه عكوزتي ولا ماما صافي تكون فينا. انا بالنسبه ليا انا هذوك اللي كيقولوا عدوزتي راه قلت احترام، قلت ادب، عدوزتي راه هذيك راه الام ديال داك الشخص اللي انت كتبغيه، راه هي اللي ولدات، هي اللي جات لك لهاد الدنيا، كيفاش تقولي له عدوزتي؟ ما فهذيك راه كتبقى ام، كتبقى انسان اكبر منك، خاصك تحترميها كيف ما كانت كدير لك، كيف ما كان نوعها. هادشي اللي بغيت نقول لكم انا. نقطه واحده اخرى واللي هي ما تقوليلوش، وكان انسيست عليها، ما عمرك تقوليلوش، ديما قوليلو عائلتك زوينين والله يعمرها دار ومزيانين معايا وهادي وهادي وخالتي وحبيبتي وخويا وهادي 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 واختي 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 صافي. انا ما كنقولكمش نفاق، ماشي نفاق هذا، انما احترام، فهمتوا؟ هذا احترام صافي. علاش؟ لانهم اولا كبر منك، ديك الام راه كبر منك وراها بحال ماماك، وشنو ما دارت ما يمكنش تغلطي معاها، ما يمكنش. فوالا انا هادي الطريقه باش انا ممشيه في حياتي، والحمد لله كلشي مزيان. يعني انت خاصك تكوني بحال هكا. نقطه واحده اخرى، شتي اون فوا كتولي عندك هذا اللسان مزيان غتعيشي مزيانه. مثلا انا نقول خاصك تكوني من داك النوع ديال الحلاحه، يعني كلامك زويون
كلامك زوين، راه الانسان كيبغي غير الهضره الزوينه. راه هذيك اللي كتقولي لها انت عدوزتي راه تقدر في واحد الوقت تولي اكثر من الام ديالك، يعني تولي كتبغيها بزاف وكترتاحي لها وكتعاودوا وكتخرجوا الى اخره. ولكن هذا الشيء كنقول لكم انا عن تجربه، عن تجربه. راه كنقول لكم خاصك تكون ديك الام ديال السيد اللي انت معاه، واخا تكون ما كتعاملكش مزيان، واخا واخا شنو ما كان، بالعكس انا غنعاملك مزيان. شتي هي في تلي كتعيا، هي كتمل، هي كتبقى تشوفك انسانه مزيانه وبزاف ديال الحوايج، فعلاش غادي تزيد تاديك ولا علاش غادي تزيد تعقد لكم حياتكم وداكشي؟ ففوالا كتعامليها ديما مزيان وتصرفي بقلبك، ماشي غير تصرفي غير باش تصرفي، ماشي تعامليها مزيان غير باش تعملي، لا بالعكس، عامليها مزيان من قلبك. فهمتي فاش كنقول من قلبك؟ راه من قلبك عامليها مزيان باش كيكون داك الاحساس واصل. اما غير خالتي لاباس عليك باينه، كيكون داكشي باين. فهمتي؟ دونك حيدوا هاد الحاجه. نقطه واحده اخرى واللي هي خاصك تكوني كتعاودي كلشي لهاد الانسان اللي انتي معاه، عاودي له كلشي وما تخبي عليه والو وما تخليهش يعرف شي حاجه من عند البراني. كيما كانت خروج مرض احتياجات شي حاجه هكا وقعه في بينك وبين شي حد، شي مشكل بينك وبين شي حد، شنو ما كان، اي حاجه عاوديها له. تعلمي انك اي حاجه وقعت لك تمشي تعاوديها له، تعلمي انك ما تخافيش من داك الانسان، لان داك الانسان راه كيغتكملي مع حياتك، داك الانسان راه غادي يكون هو كلشي في حياتك، من بعد الام ديالك، من بعد الاب ديالك، كيكون كلشي هو في حياتك. يعني خاصك تعلمي انك تعاودي له كلشي وما تخبي عليه حتى حاجه. بالنسبه للناس اللي كتقول لك انا كنخاف نقول له على اين حب هذا كتهضري عليه، واين غولاسيون هذه كتهضري عليها انك تخافي، بالعكس هذاك هو اكثر انسان ما خصكش تخافي منه، هذاك هو اكثر انسان خصك تعاودي له كل شيء وبكل ثقه وبكل حب وبكل احترام وبكل، ما تخافيش. هاد كلمه كنخاف ما خصهاش تكون بيناتكم، ما كاينش الخوف بيناتكم، كاين الاحترام، كاين الثقه، كاين التقدير. فهمتوا فاش كيكونوا هاد ثلاثه الحوايج اللي كنقول لكم؟ ما عمر غادي يكون الخوف، ما كاينش الخوف. فهمتوا؟ بالعكس غنصالحك بكل شيء، غادي نقول لك كل شيء وما نخبي عليك والو وما نخليكش تعرف من غيري. فهمت؟ دونك فوالا هذه الحاجه اللي مهمه. واش مصطفى شي واحد كيغوت ديرونجاني؟ دونك فوالا نقطه واحده اخرى، اشتغل مزيان. النقطه واحده اخرى اللي هي غادي نقولها لكم اللي هي حاولي تكوني انت والانسان اللي انت معاه نسالي على انه خطيبك، نسي على انه راجلك اول حاجه ديريه صديق. شتي فاش كديري داك الانسان اللي انت معاه صديق وكتكوني مقتنعه به، فوالا انا كنقول لك تكوني مقتنعه بالانسان اللي انت معاه، مقتنعه قمه الاقتناع، وديريه صديق فغتكونوا مرتاحين. علاش؟ الضحك، النشاط، يعني لومبيونس في الدار، خلق الجو في الدار، الضحك، لومبيونس، نعاود له كلشي ما نخاش، نهضر معاه في كلشي ما نحشمش، مع بعضياتنا نقولوا ماشي على الكلام الطايح، نقولوا اللي بغينا مع بعضياتنا. فاش كنقول مع بعضياتنا ما كاينش الزايد، كاينه انا وياه، وفي واحد الوقت محدد. فهمتوا؟ يعني كاين واحد الوقت اللي تيكون هو معصب، واحد الوقت اللي تيكون هو ما شنقول لكم، سمحوا لي حق صاحبتي حدايا كضحكني، عطاك مصيبه شيله بزيناتك. فكيما قلت لكم خاص كما قلت لكم تكون بيناتكم كل شيء، يعني الشفافيه والوضوح، ما نحشمش منه، نهضر معاه فاش ما كان، ولكن النقطه اللي تنقول لكم هي غيبقى الاحترام. وبعض الخطرات كما قلت لكم هو تيكون معصب، فما يمكنش انت هو معصب وانت تبقاي تصافطي معاه ولا تضربي معاه ولا تلعبي معاه ولا تعصبيه بشي هضره ولا ولا ولا، لا. فاش يكون هذاك الانسان معصب اول حاجه كنديروها حنايا اللي هي مالك، شنو واقع؟ عاود لي، راه زعما انا هي كلشي في حياتك، انا هي اللي غادي نخفف عليك، عاود لي ما تخبي عليا والو. كتخليه يحس بالاطمئنان هاد الهضره، كتخليه يحس انه كاين شي واحد في جنبه، كتخليه يحس انه عنده لمن يعاود وعنده على من يعول. فهمتوا؟ فهو كيعاود لك وكيقول لك شنو كاين وها شنو ها شنو، وديك الساعات كتعوديه انتيا على هاد النمط، كتعودي على فوق ما كيكون مقلق، وهذه كيجي يعلمك. فهمتوا؟ كيجي يقول لك كوكو راني شنو واقع، شنو وقع، راه طالع لي الدم، مقلق، شنو وقع لي، شنو وقع لي، سوا في الخدمه سوا شنو ما كان. فوالا بعض الخطرات كيكون واحد النقطه اللي بغيت نهضر فيها اللي هي كيكون مثلا الابن مدابز مع الام ديالو ولا مدابز مع العائله ديالو ولا ولا ولا، ف البنت شنو كدير؟
بحال اللي كتقول هنا غادي نلعب اللعبه ديالي ونبعدو عليهم ونقولوا اصافي قطع معاهم الهضره دوك ما يسواوش. لا حبيبه لا لا، حيت هادي يجي واحد النهار غادي يكون عندك واحد الوليد، ديما فكر هذا التفكير، غيكون عندك واحد الوليد غتقبط به حتى هو شي وحده وغتقول له نساهم حتى انت. انت تبغي لي ينساك مثلا؟ انت ام تبغي ولدك ينساك؟ تبغي ولدك يضرب عليك في مره؟ لا. فمن الاحسن شنو تقولي له؟ غادي تهضري معاه وغادي تقولي له باللي راه ساعات ولا يمكن المشكل وقع بيناتكم شنو شنو شنو، ولكن كلشي عنده حل. هذيك راه كتبقى الام ديالك، هذاك كيبقى الاب ديالك، كتبقى عائلتك هذيك، خاصك تحترمهم، خاصك تمشي عندهم، وواجب عليك تمشي عندهم تزورهم وشنو ما كان، فهمتوا؟ من بعد كتدخلي عند الام ديالو وكتهضري معاه. هذا الا كان بيناتكم كونتاكت، يعني كنتو مولفين كتهضروا مولفين كتهادي كتعاود لك كتعاودي لهذيك. اما الا كنت بيناتكم غير الخير والاحسان ومره مره كتمشي عند هذاك الشيء، فيستحسن انك ما تهضريش معاه هي وتهضري معاه هو، هو تنقي له ودينته وتقول له سير عند امي تتصالح معها ولا. اما الا كنتو كتهضروا بالعكس تدخلي عندها وقول لها خالتي شنو واقع شنو واقع، راه جا للدار مقلق شنو شنو، دونك فوالا عاودي لي شنو وقع بيناتكم، وهي كتعاود لك، هي اصلا كتثق فيك غتعاود لك، وغادي تحاولي تلاقي داك الشيء بخيط ابيض، فهمتوا؟ وبسرعه يعني بمدة سريعة جدا، ماشي انا بعد ما كيعجبنيش داك اللي كتقول لك راه دابزو خليهم يدبروا راسهم، بلا انا بحال هكاك ما كيعجبنيش، حتى يجي واحد النهار انت غيوقع لك نفس الشيء مع ولادك، فهمتوا؟ دونك فوالا كتبقاو تفكروا. نقطة واحدة أخرى بالنسبة ليا أنايا، اللي هي بزاف البنات اللي كيعانيو من واحد المشكلة اللي هي الدرة. بزاف اللي تتقول لي راه واحد الانسان قال لي باش نتزوجوا فاش نتزوجوا خاصك تكوني درتي الدره، وانا ما كيعجبنيش المراه هادي وادي وادي. انا نعطيكم الراي ديالي في هذا الموضوع. بالنسبه لي انايا خاصك تحترمي هذه النقطه هادي. اولا الدره راها ضروري، شحال ما هربتي منها خاصك ديريها. الدره وقار، الدره احترام، الدره راها زوينه، فهمتي؟ سورتو بالنسبه للمراه مزوجه. هي شنو الفكره اللي واخده؟ واخده ان الدره غادي تخيبها، وهذه الدره ما ديريهاش حيت تزينك، لا دير الدره حيت انت مقتنعه بها، وحيت شوفوا دابا حنا دابا في 2019 الدره راه ولات كتبان حسن من طلقه شعرها. كاين شي لباس ديال الحجابيات محترم واسع وكيجي غزال بحال داك اللباس ديال التواركه، راكم كتشوفوا التركيات كيجيو بالحجاب. كاين لباس الحجابيات اللي كيجي زوين بزاف، يعني انت كتشهي تكوني لابسه بحال هذيك اللي دايره الدره. فوالا انا هادشي اللي بغيت نقول لكم. فخصك واجب عليك انك تحترمي النقطه ديالو، واجب عليك. علاش؟ لانه اولا راجلك، ثانيا كياخذ البلاصه ديال الوالدين ديالك وكيولي هو مسؤول عليك، فهمتوا؟ ثالثا هو قال لك ديريها، ما قالكش ديريها في الدار، قال لك ديريها في الزنقه. علاش؟ كون ما كانش كيبغيك ما غيقولكش ديريها في الزنقه، يعني كيبغيك غير عليك، ما بغاش واحد اخر يشوفك، ما بغاش واحد اخر يشوف مثلا عنقك، مهم باغيك ديالو بوحدو. بالعكس هذه حاجه كتفرح، هذه حاجه زوينه. غير هي خاص تكون كما كنقول لكم، خاص تكون الاحترام وطريقه الحوار وطريقه الطلب، فهمتي؟ يعني كيفاش غادي يوصل لك الفكره باش ديري الدره؟ كاين اللي هيجي يقول لك بالسيف عليك غديريها، فتما عمرك غديريها، ولا كاع تقدروا تدازوا، ولا كاع تقدروا تفارقوا، ولا كاع تقدروا ديريها وانت ما حاملاش. بالعكس خاصك ديريها وانت باغا. نقول لكم النقطه اللي خاصك ديريها وانت باغا هي انه يجي عندك ويقول لك عافاك راه بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. هذا هو الحوار اللي كنقول لكم، علاقه خاص يكون فيها الحوار والاحترام. نهضر معاك في واحد الموضوع اللي هو بغيتك ديري الدره، وانا كنرتاح وانت دايره الدره في الزنقه، انا ما كنفرضهاش عليك في الدار ولا في وسط العائله، انا كنقول لك في الزنقه باش تخرجي، ما كنقولكش لك انا ديري ديك الدره ديال الخمار ولا تغمقي، لا غير ديري لها هكا على شعيرك وصافي. يعني كاين البنات اللي كيبينوا هكا شعير بحال هكا كيضربوا غير فولا، المهم كتباني امراه مزوجه، امراه ديال الراجل. والمراه بعد الزواج شحال ما ستريس راسها، شحال ما كتعطي قيمه لراجلها. انا كنشرح لكم هادشي راه منا وجبد، منكم نتوما ومني انا. فاش كنشوف شي امراه مع راجلها ولابسه مثلا دبيس في البحر، اولا لابسه شي كتوم معريه يعني فوق الفخاد وخارجه بها هي وياه، انا كنبقى هي كنشوف كنقول زعما تنظنش هذا واش كيبغيها، نتاكد يعني ما تيغيرش عليها من واحد اخر يشوف فخادها واحد اخر، فهمتوا؟ لكن الا كان بغاها بلا دره فراها كتكون بلا دره هي، وهو يعني عادي ومتفهمها، ولكن هي كتكون محترمه راسها، يعني كتلبس لباس عادي. مثلا بغات تلبس جوبه تلبس جوبه، ولكن تكون حد الركبه ولا هابطه على الركبه ماشي عيب، ولكن باش فوق الفخاد وهكاك والصدر عريان الظهر كامل عريان، انا كنبقى هي كنشوف. انا بالنسبه ليا كيجيني داك الانسان ما كيغيرش عليها، ما كيبغيهاش، ما مسوقش ليها شويه ويحيد لها حوايجها ويخرج يتباهى بها قدام الناس. بالنسبه ليا هذا راه ماشي حب. دونك فوالا هادشي اللي كاين. حاولت نعطيكم بعض
بعض شو سميتو بعض الافكار بعض النصائح اللي تقدروا تتبعوهم في حياتكم، وكنظن انكم غادي تمشيو مزيان. وهذه اهم حاجه كنقول لكم انا ديما في الغلاسيون، احترام تقدير الحوار، احترام تقدير الحوار، خليوه في دماغكم ديما الاحترام والتقدير والحوار والثقه، اربعه د الحوايج. فالا ما كانوش هاد اربعه د الحوايج ما غاديش يكون الحب، فهمتوا؟ ما غاديش تكون علاقه زوينه، ما تكونيش مرتاح في حياتك. لا هادشي اللي كاين البنات. فانا حاولت نعطيكم نصائح عن تجربه، ماشي اللي كنجيو كنهضر من فراغ، كنعطيكم نصائح عن تجربه ديالي وشنو انا مدوزه والمشاكل اللي دزت منها، وتبعت واحد الطريق وتخطيت دوك المشاكل، ويعني الحمد لله غدا مزيانه، ما كاين حتى شي مشكل، كلشي مزيان، كلشي مقاد، ما عندي حتى شي مشكل في حياتي. ففوالا هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى فريمون انكم تكونوا صفتوا معايا، حاولت نعطيكم بعض النصائح، ما بغيتش نطول عليكم بزاف، و كنتمنى فريمون تكونوا فهمتوني ودخلوا هادشي لقلبكم كما قلت لكم عاد عقلكم، باش تقدري تستمري في واحد العلاقه اللي هي تكون مزيانه، يكون فيها كما قلت لكم احترام التقدير والحوار وعاد الحب وعاد الغلاسيون كتستمر. فهادشي اللي كاين. الا بغيتوا مزيد مزيد من هاد الفيديو خليوها لي في لي كومونتير. كنبغيكم مزيان، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.